بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون الزراعه عموما اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن اليوريا فوسفيت آه بالامس امبارح آه اتكلمنا عن الـ الـ اليوريا العاديه النهارده بنتكلم عن اليوريا فوسفيت اليوريا فوسفيت اساسا من آه من المسمى بتاعها ده هو ايه الفرق بينها وبين اليوريا العاديه اليوريا العاديه لا تحتوي الا على عنصر النيتروجين في صوره يوريا اما آه اليوريا فوسفيت فتحتوي على عنصر الفسفور مع اليوريا آه في مركب واحد تمام ده الفرق بينهم بتحتوي على عنصر الفسفور اليوريا فوسفيت اهين 18% نيتروجين على هيئه على صوره يوريا و44% بي2 او5 اللي هو خامس اكسيد الفسفور آه ده التركيب بتاعها تمام؟ طيب يبقى آه اليوريا فوسفايت فوسفيت, آه فوسفيت بتتك بتتكون من عنصرين اساسيين، طيب عنصرين اساسيين هما ايه؟ عنصر النيتروجين في صوره يوريا والفوسفور بي2 او5 44% طب هما ليه عملوا اليوريا فوسفيت؟ عملوا اليوريا فوسفيت علشان بدل حضرتك ما تتلخبط في عمليه الخلط آه آه ما تعرفش الدنيا ماشيه معاك ازاي هو عملها لك في مركب واحد وادى لك التوصيات بتاعتك وقال لك هتستخدمها بمعدل قد ايه وهتستخدمها في اي اعمار من اعمار او اي مرحله من مراحل التطور بتاع النبات بتاعك تمام هي دي قصه اليوريا فوسفيت. اليوريا فوسفيت قلنا فيها يوريا ب 18% او ازوت على صوره يوريا 18% ال 18% ده هم تمديها لك حاجه بسيطه خالص مدعمه بالعنصر الاساسي في التصنيع بتاعها وهو الفوسفور واللي هو بيمثل 45% بي2 او5 ولو هتحولها لعنصر فوسفور تمام لان في بي2 او5 أكسيد الفوسفور تمام أو الفوسفات في آه الـ الـ العنصر بقى نفسه العنصر الفوسفور نفسه تمام ده آه بيكون قد إيه تقريبا في حدود 19 وكسر أو 20% آه في المية آه من عنصر الفوسفور هي لها معادلة ما عليك فيها أنت المهم بس تعرف إن المركب الأساسي اليوريا آه فوسفيت ده بيتكون من آه نيتروجين في 18% على صورة يوريا آه وي وبيتكون من 44% بي 2 o 5 اللي هو خامس اكسيد الفوسفور تمام لحد كده تمام، طيب بنستخدمها امتى؟ بنستخدموها في الأعمار الأولى من حياة النبات، بمعنى إن إحنا قلنا لازم النبات وهو صغير بيبدأ ياخد فوسفور عالي، بياخد فوسفور عالي ليه؟ قلنا لسببين، أول سبب إن إحنا قلنا إن 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 في الفترة الأولى من حياة النبات بياخد 50% من احتياجاته من الفوسفور في الفترة الأولى من حياة النبات، الربع الأول من حياته، تمام؟ وبعد كده الفوسفور ما بيبقاش ذو أهمية أوي يعني مقارنة بالعناصر الأخرى زي البوتاسيوم والنيتروجين وخلافه تمام؟ تمام طيب بالنسبة لليوريا فوسفيت بنحطها في بعد الشتل مباشرة أو في المرحلة الأولى من حياة النبات 20-30 يوم الأولى من حياة النبات بنحط فيهم اليوريا فوسفيت اليوريا فوسفيت ليه قلنا علشان النبات بيحتاج الفوسفور عالي في بداية عمره السبب الثاني أن في مرحلة التشكل بتاعت الجذور واللي هي بتحتاج لي نسبة كبيرة من عنصر الفسفور وبيكون في الصوره الميسره، مميزات السماد ده ايه؟ مميزات السماد ده هوت ان هو حامضي، يعني ايه حامضي؟ يعني البي اتش بتاعه اقل من سبعه، يعني في حدود آه من ثلاثه لاربعه او كمان بيوصل في بعض الاحيان في الشركات المظبوطه بيوصل لي آه من اثنين لثلاثه آه درجه الحموضه بتاعته، تمام؟ اذا في حامضي، حامضي يعني ايه؟ يعني العنصر هيدخل للنبات آه مرتاح آه هيقلل بي اتش بتاع التربه وبالتالي هيسر كتير من العناصر ومعاهم عنصر الفسفور تمام طيب قلنا في المرحله الاولى بنضيف الـ الـ العنصر دهوت حتى آه بدايه مرحله التزهير بنبدا المفروض آه نوقفه آه علشان اليوريا وبنبدا نشوف مركب تاني زي حمض الفسفوريك او آه اي شيء اخر تمام في فسفور يعني طيب آه الـ 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 الحاجه اللي بعد كده هو احنا ممكن نرش العنصر ده هو اه ممكن نرشه زيه زي وزي اليوريا بالظبط ما فيش اي مشكله خالص طيب آه الفرق بين رش اليوريا العاديه واليوريا فوسفيت ايه الفرق بينهم ان اليوريا العاديه اساسا انا برشها لما يكون عندي نقص في الازوت وبالتالي انا بصحح آه النقص ده هو في حدود او في غضون ساعات قليله يعني تمام آه فبلجأ الى اليوريا آه العاديه بتاعتنا بحيث مثلا أنا ممكن كل ثلاثة أيام قلنا معاك من ثلاثة إلى خمسة في الألف يعني كل ألف لتر بنحط له من ات منحط له من واحد لاثنين ثلاثة أربعة لحد خمسة ما تزيدش عن خمسة أو خصوصا في النبات بقى المتقدمة في العمر تمام وبنلجأ إلى اليوريا في النباتات المتقزمة اللي مش قادرة تمشي وعندها مشاكل أصلا مشاكل أرضية بالنسبة لعنصر الأزوت فبنبدأ نضيفه لها على هيئة رش وأفضل الرش بالنسبه للنيتروجين بيكون سماد اليوريا لانه سريع الامتصاص اولا ثانيا فيه نسبه نيتروجين عاليه مع الاحتراس لعمليه الرش من درجه الحراره اللي ممكن تحرق لك النبات او العوامل اللي, اللي ممكن تكون مش كويسه اثناء عمليه الرش اليوريا فوسفيت بقى مميزات الرش بتاعها يا جماعه ان هي اليوريا فوسفيت بتحتوي على عنصرين مع بعض يعني انا لو عندي نقص عنصر الفوسفور وعندي عنصر النيتروجين عندي نقص في الاثنين وبرشها ببص ان هي بتصحح لي النقص اللي حصل على النباتات ده هي. تمام آه اليوريا فوسفيت رغم الغلو بتاع التمن بتاعها واسعارها مرتفعة الا ان هي مهمة جدا جدا في حياة النبات وخصوصا النباتات الصغيرة اللي هي في البيوت المحمية او اللي بتحتاج لعناية خاصة طيب لو انا بسمت في البيوت المحمية يكفي البيت المحمي اللي هو الصغير الالف ومتين نبات بلا ما دام انا بقولها لك بالالف ومتين نبات قولها بقى هكتار قولها ايكر قولها زي ما انت عايز تقولها آه يعني اعتقد نص جرام منها كويس جدا 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 آه بالنسبه للنبات في بدايه العمر بتاعته لو حطيته ثلاث ايام في الاسبوع يعني جرام ونص في الاسبوع او اتنين جرام كويسين جدا للنبات تمام؟ آه اعتقد يعني الدنيا كده واضحه في قصه اليوريا فوسفيت تمام قلنا بنحطه من آآ نص جرام لحد آآ جرام آآ في الاعمار الاولى ما فيش اي مشكله خالص اللي عايز يزود يزود بس احنا بنتكلم في آآ قصه ان هو الـ الـ الاسعار مرتفعه والنبات صغير فادي له بحكمه ما فيش اي مشكل خالص تمام يعني هو لو حتى 2 3 كيلو للبيت ده هو في الاسبوع كويسين جدا 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 ما تزيدش عنه. تمام بس حافظ عليهم في الشهر الاول من حياه النبات تمام دي, دي 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 اول حاجه في طب لو عايز ارش رش برده ما فيش اي مشكله خالص بمعدل نص جرام في اللتر ولو جرام في اللتر مش هتعمل اي حاجه برده ما فيش اي مشكله من اليوريا فوسفيت مع مراعاه برده الفترات بتاعه الرش ودرجه الحراره والحاجات اللي متعارف عليها دهيا دي كانت قصتنا مع اليوريا فوسفيت بتمنى ان احنا نكون استفدنا بالمعلومه دهيت و شفنا الفرق بين اليوريا العاديه واليوريا فوسفيت شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته